مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم سويا الأحوال الجوية المتوقعة طيلة أيام هذا الأسبوع. في بداية أيام هذا الأسبوع أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، ولكن تهب رياح شرقية على المناطق الغربية وخاصة منطقة مكة المكرمة، رياح شرقية مثيرة للغبار والأتربة. والأجواء بشكل عام تميل للبرودة في المناطق الشمالية خاصة أثناء الليل، لكنها لطيفة في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تبدأ بيوم الأحد إن شاء الله. بنلاحظ أن الأجواء مستقرة يوم الأحد في معظم مناطق المملكة، لكن الأجواء في المناطق الشمالية تميل للبرودة أثناء الليل، لكنها بتكون لطيفة نهارا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 23 والصغرى 9، المناطق الشمالية الشرقية 21-10، أما المنطقة الشرقية 24-14 والمنطقة الوسطى 20-12، أيضا تميل للبرود ليلا، لكن المناطق الغربية أجواء مغبرة تقريبا، لكن حرارة معتدلة في النهار بتكون لطيفة بالليل. لكن يعكر صفو الأجواء هي الغبار المثارة نتيجة الرياح الغربية، الرياح الشرقية، وفي المنطقة الجنوبية الغربية 19-8 درجات مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة 21 والصغرى 7 في المناطق الشمالية الغربية. بنلاحظ أن الأجواء باردة بشكل لافت للنظر في أثناء الليل، وأيضا باردة في معظم المناطق الشمالية خاصة أثناء الليل. إذن نستطيع أن نقول أن الأجواء لطيفة نهارا لكنها باردة ليلا 18-7، المنطقة الشرقية 24-17 والمنطقة الوسطى 23-13، المنطقة الغربية 31-22 والمنطقة الجنوبية الغربية 18-8 درجات مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، نلاحظ أنها بتكون لطيفة بالنهار لكنها باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 8، المناطق الشمالية الشرقية باردة نسبيا نهارا لكنها باردة ليلا 15-6، والمنطقة الشرقية 24-18 لطيفة نهارا تميل للبرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. كذلك الأمر في المنطقة الوسطى 23-13 لطيفة في النهار تميل للبرودة ليلا، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 17-9 درجات مئوية. أما يوم الأربعاء فالأجواء لطيفة في النهار باردة نسبيا ليلا في المناطق الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 9، لكن المناطق الشمالية الشرقية أجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا العظمى 14 والصغرى 5، المناطق الشرقية لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 25-15، والمنطقة الوسطى 23-13 أيضا بتكون لطيفة في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 18-10 درجات مئوية. يوم الخميس إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن بتهب رياح شمالية شرقية خاصة على المناطق الشمالية تؤدي إلى انخفاض واضح على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء باردة نسبيا بشكل عام وبتنشط هذه الرياح. لكن المناطق الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 12، المناطق الشمالية الشرقية 15-9، والمنطقة الشرقية 24-13، والمنطقة الوسطى 23-13، والمنطقة الغربية 31-23، والمنطقة الجنوبية الغربية 20-11 درجة مئوية.
يوم الجمعة إن شاء الله الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، العظمى 22 والصغرى 7. إذن أجواء تقريبا لطيفة في النهار من حيث درجات الحرارة، لكنها باردة نسبيا ليلا، العظمى 22 والصغرى 7. المناطق الشمالية الشرقية 20-9، والمنطقة الشرقية 24-17، والمنطقة الوسطى 25-15، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-24، والمنطقة الجنوبية الغربية 20-11 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.